طيب، لما سألتك قلت أنت علماني، قلت نعم. ما تخاف من ال... خاف من من ما عاد حد يخاف من أحد الآن. الآن كان كل شيء على المكشوف، يعني لأنه أنت كلمة علماني، هم شوف التيار الصحوي يقوم يشوه الكلمة ثم يحولها إلى عيارة، عرفت؟ يعني كلمة علماني خلي الناس تفهم مش علماني، علماني نظام، يعني يعني أنت الآن تقر أن الدولة هذه علمانية، علمانية معناتها ليست مبدأ ولا قيم ولا دين ولا شيء، هي نظام ترتيب يرتب علاقات الناس مع بعضها، الدولة تنأى بنفسها عن أنها تكون مع الشيعة ضد السنة أو مع السنة ضد الشيعة أو إذا كان في أكثر من تيار في البلد. فيعني لما تنأى بنفسها الدولة تخدم الجميع زي ما هو في كندا، كندا الآن لن انا يعني في الشارع اللي امر معك كل يوم في كنيسه هنا وفي مسجد هنا، ما عمر حصل بينهم ولا مشكله، بل بالعكس في كانوا الكنائس يعطون المساجد مواقفهم في الجمعه، والعكس ايضا المساجد يعطون الكنائس مواقفهم يوم الاحد. طيب عرفت؟ فهذه لا لا بس انا اقصد ابو يارا، يعني قبل سنوات في لقاء معك كان تكييفك او توصيفك للعلمانيه، تحدث عن العلمانيه كنظام. ايوه كنظام، وتشرح تقول بس ما في احد في النهايه علماني. اليوم لا، تقول لا انا علماني. لا انا اصلا علماني ما يكون الشخص علماني، يعني انا ما اكون علماني وانت علماني، الدوله نفسها نظام الدوله هل هي علمانيه ولا انها ثيوقراطيه او كذا، عرفت كيف؟ ف يعني نقول ان انا علماني، انا اقول اني ادعم العلمانية. يعني انت علماني الهوى تدعم العلمانيه؟ لا ادعمها، يعني اذا في نظام علماني انا ادعمه، لاني انا سعيد باني شفت في كندا السلام عام للجميع. كانك ريوست او شيء؟ ها؟ كانك رجعت ريوس؟ عن منطقه ضد وضد؟ لا 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 لا، كلمه انا قصدي افهم الناس ان كلمه علماني ليست مبدا، هي هل انت تؤيد العلمانيه ولا لا؟ نعم اؤيد العلمانيه ببساطه، لانها تضمن السلام بين جميع الطوائف الموجوده في البلد. طيب. يعني لو كان عندنا مثلا دولة علمانية كان ما حصل كل هذا الشقاق والمشاب والملاعن. أنت تبي تصير داعشي بس بدون ما يكون لك أظافر، تفضل خليك داعشي، يعني تصلي وما تصلي وكذا، وتحجب مراك وتخرج من الحضارة كلها على كيفك، تفضل. أو أنك تبقى مسلم نقي طبيعي عادي، تؤدي واجباتك الدينية بدون كراهية للعالم، هذا أيضا لك حق، بس أهم شيء أنه ما يكون في صراع بين المتناقضات أو المختلفين.